السلام عليكم، معكم القدميري محمد ولد المدينة القديمة أولا ولاعب سابقا ديال الأولمبيك البيضاوي لجمعية الحليب أو سابقا في البداية ديال 84-85 فاش بدينا إن شاء الله. أنا بديت مع الكلاس سنتراليتي الأسوسياسيون. بهذه المناسبة تنشكر الناس اللي داروا معنا هذا التكريم ديالي على الالتفاتة سابقة للأول ديالي، لأن ما عمري ما درت شي تكريم. وهاد الناس ولاد المدينة سيرتو ولاد المدينة القديمة ولاد بوسمارة اللي لعبت معاهم من الأول مرحلة الطفولية، هاد الناس عقلوا على الجميل بعضياتنا. وهاد اللمة اللي تجمعنا راه حنا كنا أصدقاء قبل، كاينين الناس اللي ما شفناهمش 45-46 عام. وتنشكروا العائلة التركزي اللي دارت معنا هاد الالتفاتة اللي أول من نوعها بالنسبة لولاد المدينة القديمة، وهذه تكون الثاني بعد السيد غانم تبارك الله، الله يزيده في الصحة، اللي هو الأب الثاني ديالنا ديال الفريق ديالنا ديال ولاد المدينة القديمة ولاد بوسمارة. تنشكروا عائلة التركجي عامة، الإخوان ديالهم والأب ديالهم، والله يزيد في الصحة والله يرحم الوالدة ديالو. هذا هذه المناسبة هي التكريم ديالي بالنسبة لولاد المدينة القديمة ولاد بوسمارة. أنا الثاني من الفريق وتنشكرهم شكرا جزيلا إن شاء الله. قدمري إلا قلنا كلمة الأصدقاء اللي كيشوفوا فيك ممارس لعبتي معهم حتى الآن، واحد الكلمة هذوك اللي لعبت معهم ما تنساوش حتى هما ذكريات دوزت معاهم. لا من ناحية السونتراليتي أنا دوزت تقريبا ثلاثة الحقاب ديال مع ثلاثة الأجيال تقريبا مع اللعابة اللي كانوا تقريبا ديال الكروش اللي هي سونتراليتي في البداية ديالها، ومن بعد ما ترعرعات ولات بغات تطلع للصعود للقسم الأول، لأن تمكنا في الصعود باش لعبنا المراحل المراج في 86-87، ومن تما بدات المسألة الدومي احتراف تنقولوا نصف احترافي اللي هو سومي بروفيسيونيل، ومن بعد دزنا الاحتراف اللي هو اللي على سبيل المثال ما دوزناش واحد الفترة كبيرة وحققنا إنجازات كبيرة. وتنشكر الدراري كاع اللعابة اللي لعبوا معايا لا في السونتراليتيار ولا في لوسي ولا عن قريب أو من بعد، تنشكرهم شكرا جزيلا على دا على دا على هاد الالتفات اللي شافوا فينا الناس اللي وقفوا معنا. بان صعيبه باش جبدنا الاسماء ولا كيقول شي اسماء انا نقول لكم بعض الاسماء ويسمعوا لي الاخرين، لان اللعابه اللي كانوا معايا دابا راه في الصعيد الوطني راهم مدربين كبار، وتنتمنوا الاخرين اللي يجيو بحال دابا جمال السلامي، جريندو عبد اللطيف، جريندو محمد بكاري، مصطفى الخلفي، العثماني، الصابر اللي في المحمديه، رزقي سعيد رزقي، دابا هادو مدربين اللي ولاو، حسن الساخي، بركه مصطفى بركه، توفيق بلاغه، نزير هو دابا في بني ملال، وبزاف بزاف والقائمه طويله. وسمحوا لي لو انا من ضمنهم انا ومزاف، راه الاخ فوزي حتى هو خويا، واخا خويا راه يلعب معنا في سونتراليتيار فاش بدينا سونتراليتيار. وتنشكر الجميع والجميع راه كويريو ان شاء الله، والجميع راه دي زونترينور، راه غير ما تاحش لهم فرصه باش يوليو دي زونترينور. وتنشكر الجميع وسمحوا لي الا ما ذكرتش بعض الاسماء. اخر كلمه القلب ديالك انت، نتمنى لهم من قلبي مسيره وعمر مديد، والله يعطيهم ما يتمنوا كلهم، اللعابه اللي لعبوا معايا واللي لعبوا ضدي واللعابه اللي شافونا لا من القريب ولا من البعيد. تنشكروا وتنشكر الاصدقاء ديالنا هادو راه قدامك، قلت لك راه فوق 45 عام، كاينين ولاد ولادهم وكاينين الاباء اللي لعبنا معاهم وكاينين المرحومين اللي تنترحموا عليهم، الله يرحمهم ويرحم جميع امه سيدنا محمد، الله يرحمهم. وشكرا جزيلا للاخوان والاخوان الحاضرين والغائبين اللي حضروا واللي غايبين معنا واللي تيشوفونا من هذا الشاشه. وتنشكرك انت شكرا جزيلا جزيلا على هذه الاستضافه اللي استضفتنا. السلام عليكم، معكم الاخ فوزي قدميري من ابناء المدينه القديمه، وجيت بالمناسبه ديال هذا الحفل النيد ديال لابناء المدينه القديمه وبوسماره، حيت حنا من الحي ديال بوسماره والناس ديال الحي ارتأوا باش يديروا واحد التكريم حفل خاص بالاخ ديالي قدميري سي محمد، لاعب جمعيه الحليب سابقا واولمبيك البيضاوي. ومن هذه المناسبة كنشكروا الناس اللي قاموا بهذه المبادرة اللي كتحيينا وكتلاقينا بأعضاء ديال ولاد المدينة القديمة أو رياضيين وصحافة وإخوان ما شفناهمش هذه السنين.
اما بالنسبه لفوزي قدميري راه غني على التعريف، راه كلشي كيعرف المسيره ديالو، احد بناء ابناء المدينه القديمه اللي ترعرعوا في جوج الفرق العتيقه ديال المغرب اللي هي الرجاء والوداد. فمن بعد المسيره الكرويه اللي خديتها مع فريق الرجاء اللي توج بها بعده القاب، كاول لقب بالنسبه لفريق الرجاء، واول لقب فريق الرجاء كاس افريقيا، ومن بعد التحقت بفريق الوداد اللي توا في السبعه بالبطوله وكاس افريقيا وكؤوس العرش وكاس افرو ازياتيك. والحمد لله دابا حنا راه قلبنا نتحالوا على المعاش من ناحيه الوظيفه ديالنا، وجمعنا هنا مع الاخوان ديالنا كنحيوا الرحيم، لان السنين ما شفنا بعضياتنا الى من بعد غادي تشوفوا هذا الفيديو ديال الناس اللي هنايا، اللي الوجوه المستبشره والوجوه اللي عزيزه علينا اللي توحشناها وتفكرنا الذكريات القديمه مع هذا. وكنشكركم على هذا. قلنا لك تكنيكمون كيفاش كنتوا تلعبوا انتوما وحاليا التكنيك؟ ولا تكنيك ما كتبدلش، لا تكنيك راه لي تكنيسيان راه تكنيسيان، كتبقى غير لو ريسم دابا راه شويه طلع، ولكن راه نخلي لكم انتوما الصلاحيه الصحافه اللي تقولوا لنا الراي ديالكم في الكواري ديال القدم وديال دابا، لان من ناحيه الكره راه ما الكواري راه كواري، راكم انتوما اللي غتقولوا لنا تفرجتوا ولا لا. وهذا النيفو هذا كنتمناو الله يكون احسن منا ونسيونا في الناحيه. حنا فاش كنا كنلعبوا كنا كنتفكروا الذكريات ديال الناس اللي قبل منا، والحمد لله كل وقت عنده الجيل ديالو. فوزي نخلي لك الاخر كلمه اللي عندك في القلب. واللي في قلبي هو كنشكر فريق الرجاء وفريق الوداد اللي عطاو الاسم ديال فوزي قدميري، لان الخير ديالهم باين علينا والانسان ما خصوش ينسى الخير. انا دوزنا مرحله مع فريق الرجاء اللي ساعدتني باش نولوج العمل، والعمل هو اللي وفر لي المستقبل وضمن لي المستقبل ديالي وضمن لي باش نضمن حياه الوليدات ديالي. انا راه اب اسره، والان رانا قربت نخرج للمعاش، وفريق الوداد تاهو دوز مع واحد الفتره اللي ما تنساش، اللي كيبقى الخير والفضل عليهم عليا، وكذلك فريق الرجاء اللي وظفني. والان كنتمتع انا بهذا الحب ديال هاد الناس، كو سوا الرجاء ولا الوداد، اللي كيبقى ديما كتجمعني معاهم علاقه ممتازه، لان الانسان اللي كيخلي بلاصته مزيانه كيبقى ديما عزيز عند الناس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم السي محمد ابن المدينه القديمه. اليوم عندنا الذكرى والتكريم ديال الاخ ديالنا السي محمد القدميري، هذا الاخ اللي ما خداش الحق ديالو، وحنا كاصدقاء من بعد واحد اللقاء من بعد واحد 35 40 سنه تلاقينا، تفكرنا وقلنا لي ردوا لي واحد شويه ديال الاعتبار. الاخ كان العميد الفريق ديال الحليب الاولمبيك البيضاوي، وحرز على البطولة المغرب، وحرز على جوج ديال كأس العرش، ومثل المغرب وحرز معها مع دائما مع فريق الاولمبيك البيضاوي على ثلاث كؤوس عربيه. وحنا اليوم اجتمعنا به باش نردوا له هذا الاعتبار ونفرحوا معاه ونقولوا له الا ما تفكروك شي ناس راه حنا خوتك اللي ما شفناكش هذه 35 سنه 40 سنه، حنا اليوم تفكرناك، ونتمنوا ان شاء الله باش تكون هذه البديره تكرر في المدينه القديمه، لان يعني بزاف ديال الناس عطاو للشباب وما خداوش حقهم. حنا بهذه المناسبه حنا ماشي جمعيه ماشي حتى شي حاجه، حنا غير اخوان متحابين في الله، تلاقينا وحنا كل مره تنديروا حاجه باش نفرحوا بواحد من الاخوان، والله يتقبل. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.